ذلك نتكلم بكلام مختصر في بقية الوقت. أول نقطة أهمية التثقيف. نقرأ بعض الدول الآن اللي بيتزوج لازم يطلع ليسن في الزواج للزوج والزوجة. هناك قلل هذا الأمر عندهم الطلاق، لأن ناس ما عنده ثقافة زواج، ما عنده. حتى أتذكر قلت لكم القصة، يوم العلماء يسوي مشروع التزويج واشترط على اللي يعطيه مهر أن يحضر دورة، من ضمن الدورة فقهية في الحقوق، حقوق الزوجة والزوج وكيفية إدارة الخلاف الزوجي. واحدة طرشت لي سؤال، أنا كنت مشارك، قول لزوجي أكو قاعد خطيبي يتعامل ياي كامرأة وليس كصبي. أنا ما فهمت هذا يوديني يمين وشمال هالكلام. كملت السؤال اللي تقول انه بيمزح ياي، اخذ ايدي وعوجها وعطاني صفقة على الظهر. هذه مالت صبي يا صبي، مو انا ابنية كذي يسوي لي. اي مسكين تزوج وبعد صبي، ما يميز وين بين الصبيان ليا وبين خطيبته. فدي المسألة ساعات غياب الثقافة، ثقافة الحقوق وثقافة النوع الآخر الجنس الآخر، وأيضا ثقافة إدارة الخلاف تسبب سرعة حصول هذه الأمور. بعد على الرجل الذي هو الأقوى في البيت أن لا ينفس عن ضغوط الحياة في زوجته. إحنا ساعات نحصل أذى من الغير. وين الدائرة الأضعف عندي؟ الموظف اللي تحتي أكسر رأسه، زوجتي حطحرتي فيها، أولادي قتلهم. يعني يقول أحد الأخوة قبل ليلتين قاعدين في مكان، قال واحد قول قصتك يوم وصل لك في النجف ديك السنة، هذا مو شيخ طبعا، قال تفشلوني يا شيخ، قال أقول، قال أنا رحت الزيارة ويا خطيبتي أو توي متزوج، طفت على عراقي يضرب في الأحمر يضرب. قلت له يا حجي يعني هذا حيوان، وين الرف والحيوان؟ قال هذا حمار مالي، المطي مالي أنا، ما دريت أنه هو ابن عمك من قرايبك. اللي تقول لي زوجته وش لك يا زوجي تتكلم يا سكتي لا حط حرتي فيش. الحين حصل لي فد إهانة، الحين يبوي يفرغ الشحنات اللي صارت، بس يبويها شوي. على كل حال الآن في ناس هكذا، وين يفرق قهره في البيت. الإمام السجاد يقول وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها، هذا حقها، ارفق بها وتعتني بها. نعمة، ما استفاد امرؤ بعد الإسلام خير من زوجة. هذه رقم اثنين، نعمة لازم واحد يشكر النعمة. اثنين قلنا الرتابة نغيرها بتجديد. ثلاثة التودد اللي يسمونه اليوم الرومانسية. الروايات القرآن قال مودة، يتودد لها وتتودد له، هدية شيء من هالقبيل. طبعا الرومانسية في الإسلام موجودة. ذكرون جت فترة احنا في مكتب البيان كل يوم يطرشون لنا رسالة عن مسلسل تركي. أنا ما أدري إنه مسلسل، ما كتبوا مسلسل، كتب ما رأيك في كذا وكذا، اسم ممثل ممثلة، إحنا داري شنو. وديك الفترة حتى تلفزيون ما عدنا في البيت، فقلت لزوجتي اسألي لنا النسوان وإيش هذا، نبي نجاوب الناس وإحنا دارين. قالت سألتهم وقالوا هذا مسلسل في رومانسية، يعني الزوج يدلع زوجته وهي تدلعة. ها إحنا خلينا نشوف الإسلام نماذج من التودد. في الرواية عن إمامنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قول الرجل للمرأة أحب إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، يبقى في القلب. بعد إمامنا الباقر ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. جلاس ماي فيها الثواب العظيم. ليش؟ لأن إذا تماسكت الأسرة صارت ذريتهم صالحة، عاشوا في بيئة مستقرة. هذا إذا المرأة سقت الرجل. إذا العكس، وفي الرواية إذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سقى الرجل امرأته أجر، حصل أجر. وفي رواية
إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته، يشيل اللقمة ويحطها في فم زوجته. هذا واحد يقول هاي حكي تنقال على المنبر، هذه روايات أئمة، والأئمة مو فراغين يجيبوا حكي ما له داعي، هذا دين. لكن احنا للأسف ما نطبق أمور كثيرة، لو طبقناها كان احنا بخير وبعيدا عن كل هذه المتاعب والمشاكل. بعد نعرف مواضع الاختلاف ونراعيها. بعد عندنا من الأمور إذا صارت مشكلة ندير الخلاف صح، وإذا بتقول عن زوجتك عندها عيب أو خطأ يحسن بك ويحسن بها. اللي بيقول للآخر عن خطأ أولا يبدأ بالحسنات. يعني شلون؟ يعني أنا الآن مثلا زوجتي ما تجيد الطبخ، أجي أقول لها يا أم طاهر ما شاء الله عليش الكواي والنظافة البيت ورعاية الأطفال وكذا، وعدد حسناتها. هي حنوش ومستانسة طبعا. أقول بعد لو الطباخ كان كاملة والكامل الله كان ما شوف، عندك 5 دينار ويش؟ بقول لفلانة يجيب لي كتاب طبخ، ويوم ثاني أنا أكل بوفيه. ليش؟ لأن دشيت لقلبها بالمدح أول. الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ابدأ بالفضل. ليش رأسا؟ وش فيش انت ما تعرفين؟ ما انت وتقدر توصل رسالة بطريقة محببة بدون مشكلة، هذا ايضا يساهم في الامر. الان بعد طولنا نختم بهالنقطة، الصبر. الصبر يعني وين؟ يعني انا لازم زوجتي عندها اخطاء وانا عندي اخطاء، اصبر عليها تصبر علي. شوف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه، يعني الثواب عند الله، أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه. والعكس، إذا هي تصبر على زوجها، الرواية تقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. زوجها فرعون في امتحان صعب مع زوجها، الآن هذه صبرت، إذا أنت تصبرين يعطونش ثواب مثل ذاك الثواب. طبعا التركيز على الأسباب اللي ذكرناها، معالجتها تعالج المشكلة. ليش هالإسلام يعتني بالبيت الزوجي هالقد؟ لأن الإسلام نزل الله القرآن وأرسل النبي ليربي البشر، مو تربية، ها؟ مو يزكيهم يربيهم. هذه تربية الإنسان من ضمن العناصر الرئيسة في نجاحها بيئة صالحة، بيئة أسرية صالحة. شوف أكثر المشاكل تجي من تصدع الأسرة، وأكثر المجرمين عاشوا في أسرة غير صالحة، إما الأب يتعاطى أو الأم أو اثنينهم أو بينهم مشاكل تسبب انهيار المجتمع. الآن في الغرب عندهم خطر انهيار المجتمع بسبب الأسرة مي متماسكة، لأن هي رايحة في حال سبيلها ورايح في حال سبيلها، هي تخونها وهو يخونها، مي صالحة. الإسلام حرص على الأسرة، حرص على العناية بالأولاد والتربية، ونزل الأب قال لي من له صبي فليتصابى، انزل لي واعطى حنان، نريد هالبيئة تكون صالحة. فالإسلام حريص على نجاح التربية، على كل شيء دخيل في كون المؤمن صالحا، من الطفولة بل قبل الطفولة، يوصي الأب وش يتزوج، اختاروا لنطفكم، وبعد الزواج وليلة الملاقاة والمعاشرة وأثناء الحمل وبعد الوضع وأثناء الرضاعة، اختاروا للرضاع فإن الرضاع معدي، حتى الشكل يتأثر بالرضاع، توصيات كثيرة. هذا في الأسرة. خارج الأسرة الإسلام أيضا يحث على إنشاء بيئة صالحة. إن الإنسان لفي خسر، لا يخرج من الخسر إلا بأربعة شروط: إلا الذين آمنوا، إيمان هذا يخصني في قلبي، وعمل الصالحات يخصني، وتواصوا، هذه مسألة اجتماعية، بيئة فيها تواصي على الحق
وتواصوا بالصبر. فالإسلام ينظر إلى البيئة التي تساهم في صلاح الفرد وحتى الحكم.